السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. النهارده معايا ليمون هملحه اهو، هعمله بالعصفر وحبة البركة والملح. انا معايا الحاجات اهي، ادي حبة البركة اهي، هنحط شوية كده على الملح، وادي العصفر افضيه على الملح اهو يا حبايبي. فضي كله يا بني. ده العصفر، هقوم مقلبهم في بعض كده يا حبايب قلبي كده. عصفر، العصفر ده بالليمون ده دلوقتي هقطعه وهملحه يا حبايب قلبي. هشق الواحده اتنين كده اهو يا حبايبي، بصوا كده اهو. حط كمان حبة بركة تاني لان حلوة قوي، بتدي ريحة وطعم يا حبايبي. بصوا كده اهو يا حبايبي، اروح كبسة الليمونة كده واروح حطها في البرطمان كده يا حبايبي اهو. اجيب شوية شطة حبايب قلبي. الشطة اسفة نسيت احطها، انا حطيتها اهي. الشطة بتاعتنا حامية قوي. اللي بقى بعد كده يا حبايبي اهو، ملح وشطه وحبه البركه، حرقه قوي اهو يا حبايب قلبي كده اهو. كده اهو يا حبايبي، بس الواحده كده واقوم قافلاها. اشقها بالسكينه كده والبسها ملح وشطه وحبه البركه واروح ايه قافلاها واحطها. وانا خلصت الليمون بتاعنا اهو يا حبايبي، ملحته وده ممكن يقعد خلي بالكم لرمضان، وبيبقى ميته زي العسل النحل، تخينه وحلو قوي، حلو ومفيد جدا جدا يا جماعه والله العظيم. بحبه البركه والعصفور دي التعليمه دي كانت ام الله يرحمها بتعملها لنا واحنا اطفال، وكنا نحبه ناكله قوي 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 يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الليمونه بتاعته بتبقى تمليحه بيبقى جميل جدا جدا جدا، جربوه وانتوا تعرفوه، رجعونا الايام بتاع زمان. بقى ده بتاع زمان تمليح امي الله يرحمها. نصحى تحط الفول، هاتي الليمون يا امي جنب الفول، تقول حاضر يا حبايبي. واحنا صغيرين يعني اطفال يعني، كانت اكله تبقى حلوه من ايد الام وكده يعني. الله يرحمها الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين كلها يا رب. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا رب، وانا بشكر اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي جدا 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 من بعد ربنا طبعا، الف شكر. ما تنسوش الجرس، ما تنسوش اللايك يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.